إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام ربنا، وخير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله وبياكم، وطيب الله أوقاتنا وإياكم، وبوأنا بحسن الإياب والمنقلب. حي الله الوجوه والأسارير، نفاحة الطيب كأفواه القوارير، تحيي الضمير وتقي الجمع من التكسير. ونسأله كما جمعنا وإياكم في هذا المجلس المبارك أن يجمعنا أخرى أبدية سرمدية في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ليلة في بيت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لماذا هذا العنوان؟ لما نقول ليلة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم نقصد بها اليوم كاملا. وقال أهل العلم: يطلق الليلة ويقصد بها اليوم كله، في قول ربنا تبارك وتعالى وفي قول نبينا صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: والفجر وليال عشر، قيل هي عشر ذي الحجة، وعبر فيها بالليالي العشر، ويدخل فيها النهار أيضا. وقال عليه الصلاة والسلام من حديث ابن عباس في الصحيح: ما من أيام العمل الصالح فيها أو فيهن أحب إلى الله من عشر ذي الحجة. فنحن سنكون في رحلة قشيبة رشيقة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لنتعرف من خلالها كيف كان يقضي النبي يومه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فأعيروني القلوب والأفهام والألباب، وكونوا معنا في هذه الرحلة المباركة إن شاء الله. لماذا أيها الكرام الفضلاء نحن ندرس سيرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ ندرس سيرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لأنه هو الأسوة. قال ربنا عز وجل في الآية 21 من سورة الأحزاب: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذه قراءة عاصم برويه حفص وشعبة، وقرأ الجمهور إسوة بهمزة القطع المخفوضة، والآسي كما قال أحمد بن فارس في معجم مقيس وهو الطبيب. لماذا ندرس سيرة النبي عليه الصلاة والسلام؟ لأننا أمرنا باتباعه في الآية 31 من سورة آل عمران،
التي كان الحسن البصري رحمه الله يسميها بآية المحنة أي آية الامتحان، إن قوما زعموا حب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فابتلاهم الله تبارك وتعالى بهذه الآية، فابتلاهم الله تبارك وتعالى بهذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. لماذا أيها الكرام الفضلاء ندرس سيرة النبي العدنان عليه الصلاة والسلام؟ لنقوي الإيمان واليقين في قلوبنا، لنقوي الإيمان واليقين في قلوبنا. صح في الحديث قال علي: كنا إذا حمي الوطيس اتقينا برسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكان إسماعيل ابن محمد ابن سعد بن أبي وقاص، من جده؟ سعد ابن أبي وقاص فاتح المدائن. كان يقول: كان أبي يعلمنا المغازي ويعدها علينا، فمن منا جلس مع أولاده، بل من منا يستطيع أن يقول كم غزوة غزاها النبي عليه الصلاة والسلام. وسنذكر إن شاء الله عز وجل ما كتب في رسول الله عليه الصلاة والسلام، تصنيف الكتب التي تعرضت لحياة النبي عليه الصلاة والسلام، وسنذكر مجموعة من الكتب التي يحتاجها الناس ليقرؤوها على أهليهم ويقرؤوها الأئمة في المسارد على الناس. فقال: كان أبي يعلمنا المغازي ويعدها علينا ويقول: يا بني هذه مآثر آبائكم فلا تضيعوها. قلت: وصدق من قال هؤلاء آبائي فجئني بهم إذا جمعتنا الفرزدق. يقول هذا الكلام: يا جرير المجامع. فيقوى الإيمان بقراءة القرآن وبتتبع سيرة العدنان عليه الصلاة والسلام من صحيح مظانها، فمهما تكالبت عليك الأمور وقوي الشيطان عليك فافزع إلى الصلاة والقرآن وسيرة العدنان عليه الصلاة والسلام. لماذا ندرس السيرة؟ ليحدث لنا التثبت والثبات في أزمنة الفتن والمدلهمات. فعن خباب بن الأرد عند البخاري رضي الله عنه وارضاه قال: شكونا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلنا: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: قد كان في من كان قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها الأخدود كما في أصحاب الأخدود، ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحم وعظم، يعني يقطعوا ما دون لحم وعظمه، ما يصده ذلك عن دينه. والله النبي يقسم من غير مستقسم ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت، صنعاء في الشمال في اليمن وحضرموت في الجنوب، لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، لكنكم تستعجلون. لماذا ندرس سيرة النبي عليه الصلاة والسلام؟ لتكون سراجا ومنهاجا للأئمة وللدعاء وللآباء وللأمهات وللشبيبة. أيها الكرام الفضلاء، لنمر بأعظم سيرة في التاريخ، ولا تجد سيرة أعظم من سيرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، تمر بطفولته وشبابه ودعوته وجهاده وصبره وانتصاره على أعدائه. فتنظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام أبا وزوجا وقائدا ومحاربا ومربيا وداعيا وزاهدا وقاضيا، فعلى هذا كله يحدث التأسي والاقتداء في زمان عز فيه الأسوة والقدوة، في زمان عز فيه الأسوة والقدوة. لماذا ندرس سيرة النبي عليه الصلاة والسلام؟ لنتعلم أساليب الدعوة ومراحلها كما مر معنا لما تكلمنا عن سفينة نوح، ونتعرف على الوسائل المناسبة لكل مرحلة
ونستشعر الجهد العظيم الذي بذله النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. لماذا ندرس سيرة النبي عليه الصلاة والسلام؟ حتى نلجم كل كذاب وأفاك يتكلم في جنابه الشريف حجرا في فمه، ونقول له صه واسكت ولا تتكلم، فإنك لا تبلغ قلامة ظفره ولا تبلغ بولته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لماذا ندرس سيرة النبي عليه الصلاة والسلام؟ لأنها مفتاح فهم القرآن، ولأنها مفتاح فهم الفقه، ولأنها مفتاح فهم حياتنا جميعا. فإن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام كما قال ابن حزم، فإن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام لمن تدبرها تقتضي تصديقه ضرورة، وتشهد بأنه صلى الله عليه وسلم رسول الله حقا. فلو لم تكن له معجزة غير سيرته لكفى. لماذا ندرس سيرة النبي عليه الصلاة والسلام؟ حتى نعلم أنه أعظم مخلوق ولد على ظهر الأرض منذ آدم وإلى يوم القيامة، فزكاه الله عز وجل في ثباته، قال والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، وزكاه في نطقه، قال وما ينطق عن الهوى، وزكاه فيما ينزل عليه إن هو إلا وحي يوحى، وزكاه في علمه، قال علمه الشديد القوى، وزكاه في أخذه وعطائه وإعراضه، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وزكاه في نظره، قال قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، وزكاه كله فقال وإنك لعلى خلق عظيم، وقال حسان أجمل منك لم تر قط عيني، وأفضل منك لم تلد النساء، خلقت مبرا من كل عيب كانما قد خلقت كما تشاء. وأيضا أيها الكرام الفضلاء، ندرس سيرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حتى ندخل الجنة بإذن الله عز وجل طاعة لله ولرسول عليه الصلاة والسلام. عند البخاري من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، قالوا يا رسول الله من يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. ندرس سيرة النبي عليه الصلاة والسلام حتى نكون على بصيرة في أمورنا. صنفت في رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير الكتب، وصنفت فيها على طرائق شتى، وصنفت فيها على طرائق شتى. ينبغي للإنسان أن يكون عالما في الكتب التي ألفت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فهذه كلمة موجزة عما كتب عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وإن الإنسان لما يتصور الأمر فيكون ذلك فرع عن الحكم عليه، فالحكم على الشيء فرع عن تصوره. أولا، النبي عليه الصلاة والسلام ألف فيه فرعان عظيمان: السنة والسيرة. السنة التي هي علم الحديث، يتناول أقواله وأفعاله وتقريراته وما تفرع عن ذلك من علوم شتى، غايتها التثبت في صحة النص ونفي الكذب عنه والدخيل. ولهذا علم الحديث أوسع العلوم على الإطلاق، أوسع العلوم على الإطلاق. ولذلك ألفت كتب في متون الحديث وفي أسانيده كالكتب الستة: الصحيحين والسنن والمسانيد والمصنفات والمستخرجات والزوائد إلى غير ذلك. وألفت كتب تتكلم في الرجال وما يسمى بعلم الجرح والتعديل وما كان فيه من أساطينه كيحيى بن معين وابن أبي حاتم وأبي زرع الرازيين وابن أبي حاتم الرازي ويحيى ابن سعيد القطان وغيرهم من أهل الجرح والتعديل والتعديل. النوع الثاني الذي يهمنا هو موضع بحثنا في محاضرتنا، هو الجزء الذي تعلق بسيرة النبي عليه الصلاة والسلام. وسيرة النبي وسيرة الشيء هي تتكلم على حياة النبي عليه الصلاة والسلام منذ ولادته حتى وفاته بالتسلسل الزمني، وتعرج على سلوكه في تلك الوقائع والأحداث، وتتكلم على معجزاته ودلائل نبوته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
ومن هذه الأفرع أيها الكرام الفضلاء ما تعرض للكلام على مغازي الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني ما معنى المغازي؟ يعني غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، كتب فقط تكلمت في غزوات رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والغزوة والسرية، ما الفرق بينهما؟ الغزوة هي التي خرج فيها النبي عليه الصلاة والسلام، والسرية هي التي القطعة من الجيش التي لم يخرج فيها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، التي لم يخرج فيها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولذلك هنا الناس يذهبون ولا بد أن يعرفوا عدد الغزوات التي غزاها رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ويتراوح ذلك بين 19 غزوة إلى 30 غزوة. وهذا الاختلاف يعود إلى ذهاب بعض المؤرخين والعلماء إلى اعتبار جميع الوقائع التي سبقت الغزوات الكبرى وقائع وغزوات منفردة، وقائع وغزوات منفردة. ومنهم من قال غزوات النبي 25، أو قيل 27، أو قيل 29. وذكر الحافظ بن حجر بعدما ذكر هذه الأقوال أوجها للجمع بينها جميعا. أما السرايا فكانت كثير، من 40 إلى 70. والحافظ بن حجر في الفتح أيضا وضح ذلك، فيرجع إليه في مظانه. غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، المغازي للنبي عليه الصلاة والسلام، الغزوات ألف فيها كتاب بعنوان مغازي ابن إسحاق ومغازي الواقدي، فقط تكلمت في غزوات النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. بل هناك أيها الكرام الفضلاء النوع الثاني الذي تعرض إلى السير، يتكلم عن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا يعرج على ما ألف في الرسول عليه الصلاة والسلام من المولد إلى الوفاة، السيرة النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم وكتب السير في ذلك، مثل سيرة ابن إسحاق واختصرها ابن هشام، أيضا سير أعلام النبلاء إلى غير ذلك من مثل هذه الكتب. السيرة النبوية التي تعرضت للرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أيضا في كتاب المغازي وكتاب السير، وهذا النوع، ولذلك البخاري بوب كتاب الجهاد والسير، هذا يلتقي مع المغازي في ذكر الغزوات، لكنه يعرج على الأحكام الفقهية المستنبطة من ذلك، من عرض الإسلام على الأعداء قبل بدء القتال، أحكام الجزية إلى غير ذلك. ومنها كتاب السير الكبير والسير الصغير للإمام محمد حسن الشيباني، وكتاب السير الإمام الأوزاعي. النوع الرابع كتب تكلمت في دلائل النبوة، تكلمت على الدلائل التي توضح نبوة النبي عليه الصلاة والسلام من أحداث وأخبار ومعجزات، من أشهرها دلائل النبوة لأبي نعيم الأصفهاني، ودلائل النبوة للإمام البيهقي. وتحت كتب الدلائل يوجد 40 كتابا، يوجد 40 كتابا. تحت كتب المغازي يوجد 33 كتابا. يعني المكتبة عامرة بالكلام عن النبي عليه الصلاة والسلام. النوع الخامس كتب الخصائص، هذه تكلمت على ما خص به النبي عليه الصلاة والسلام، كونه خاتم النبيين، خص بنزول القرآن عليه، اختصاصه أيضا بعدم التقيد بعدد الزوجات إلى غير ذلك، وما خصت به أمتهم. وطبعا الكتاب المشهور في ذلك الخصائص الكبرى للإمام السيوطي رحمه الله. وتحت كتب هذا العنوان الخصائص يوجد 30 كتابا، يوجد 30 كتابا. النوع السابع هي الكتب أو السادس اللي تكلمت في حقوق النبي عليه الصلاة والسلام، وأشهرها الشفاء في التعريف بحقوق المصطفى القاضي عياض المالكي، وهذا قد شرحناه شرحا وافيا بحمد الله. النوع السابع كتب تكلمت عن الشمائل والأخلاق،
تكلمت عن أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، عن آدابه، باب ما جاء في وصف جسده الشريف عليه الصلاة والسلام، باب ما جاء في خلق رسول الله، ضحك رسول الله، شعر رسول الله، مغفر رسول الله، درع رسول، كل هذا. وأشهرها كتاب الشمائل للترمذي، وقد شرحناه والحمد لله رب العالمين. وأيضا الأنوار في الشمائل المختار للإمام البغوي رحمة الله على الجميع. هذه أيها الكرام الفضلاء هي جلة ما تعرض لما كتب عن الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بأبي هو وأمي. إذن نعيدها سريعا، منها ما تعرض إلى المغازي، ومنها إلى السير، دلائل النبوة، الخصائص، السيرة النبوية، الحقوق والشمائل والأخلاق. ونحن هنا ننصح بسبع كتب لا غنى عنها في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، سبع كتب لا غنى عنها للإنسان عامهم وطالب علمهم، تكون عندك في البيت تقرأها وتقرئها لأولادك، أيضا إمام المسجد يقرأها على الناس ويجعل فيها خطب للجمعة حتى يتعرف الناس على نبيهم عليه الصلاة والسلام، تعرف الناس على لاعب الكرة والمغنين والممثلين. وتقوم المجالس الآن أغلب ما يكون فيها لمناقشة مباريات الكرة واللاعبين إلى غير ذلك. ينبغي أن نعمر وأن نعمر مجالسنا يا كرام يا فضلاء، لما نبدأ ونجلس في المجلس نتكلم عن النبي عليه الصلاة والسلام. وحبذا أيها الكرام الفضلاء، وأحكي لكم قصة في هذا، قصة جميلة جدا. أحد الناس كانت لهم جمعة أسبوعية، جمعة في العائلة، وهذا شيء جميل أن العوائل تجتمع كل أسبوع فيها بينها الرجال على حدة والنساء على حدة. قال: وكانت المجالس فيها الغيبة والنميمة، وأنا يعني تعبت منها جدا. فلما استشار أحد طلبة العلم ماذا أفعل معهم، قال له: ابدأ بكتاب رياض الصالحين. يقول سبحان الله: فبدأنا في هذا الكتاب السفر الطيب المبارك، قال: فتغيرت أخلاقهم. هذا الذي نحن نريد الآن. لا ينبغي أن تعمر المجالس بالكلام عن اللاعب الفلاني والمباراة الفلانية إلى غير ذلك، يضيع العمر سبهللة بهذه الصورة. والله عز وجل سائلنا كما من حديث نضلة بن عبيد وابن مسعود عن عمره فيما أبلاه وعن عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه، يسألك الله عن حياتك في سؤالين، بماذا تجيب الله عز وجل؟ نسأل الله العافية والسلامة. فنقول هنا سبع كتب لا يستغني عنها المسلم سواء كان طالب علم أو كان من عامة الناس. سيرة ابن هشام، سيرة ابن هشام، هذا لعبد الملك ابن هشام الحميري المعافري، وهو من أول وأهم الكتب التي تحدثت عن سيرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، اختصره وهذبه من سيرة ابن إسحاق. من الأصل هو كتاب سيرة ابن إسحاق، هو هذبه وانتشر سبحان الله، وطبعا له طبعات، ومن أشهر طبعاته طبعة دار الكتاب العربي في أربعة أجزاء لعمر بن عبد السلام تدمري، لعمر بن عبد السلام تدمري. وأيضا هناك تهذيب لسيرة ابن هشام لعبد السلام ابن هارون، لعبد السلام ابن هارون، طبع في مجلد واحد عن مؤسسة الرسالة، عن مؤسسة الرسالة. احنا تكلمنا قلنا سبعة أنواع من الكتب. طيب في دلائل النبوة هذا النوع أشهر ما ألف فيها كما قلت لكم هو لأبي نعيم، دلائل النبوة لأبي نعيم، وتوفى سنة 430 وولود سنة 336. هذا الرجل عاش كم سنة الآن؟ عاش 100 إلى 6 سنوات، يعني عاش 94 سنة، وهو الذي اعتمد عليه الإمام ابن كثير في كتابه وأثنى كثيرا على مؤلفه، وقسمه أبو نعيم إلى 30 فصلا، وظهر تحقيق للدكتور محمد بن رواس قلعجي وأيضا لعبد البر بن عباس، وطبع في دار النفائس قبل قرابة 40 سنة. نأتي للنوع الثالث هو الشفاء في التعريب بحقوق المصطفى، وهو من أفضل ما كتب في بابه للإمام عياض اليحصبي السبتي، المتوفى سنة 544،
ويعرف بالقاضي عياض، واشتهر هذا الكتاب شهرة عجيبة في الغرب، في المغرب والمشرق، يعني في الغرب والشرق، في الغرب والشرق. وقسمه الكاتب إلى 4 أقسام: القسم الأول في تعظيم قدر النبي عليه الصلاة والسلام قولا وفعلا، القسم الثاني فيما يجب على الأنام من حقوق عليه الصلاة والسلام، القسم الثالث فيما يستحيل في حقه وما يجوز وما يمتنع وما يصح، والرابع في تصرف وجوه الأحكام على من تنقص أو سبهم، وهذا الذي يعتمد عليه أهل الفتوى في من يسب النبي عليه الصلاة والسلام. وطبع طبعات كثيرة وطبعات متعددة أيها الكرام الفضلاء، واختصر وهذ إلى غير ذلك. النوع الرابع، طبعا الكتاب الرابع هو كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد، ومن أنفس كتب السيرة، والآن احنا بدأنا في شرحه شرحا مكتوبا، هو ليس له شروحات مكتوبة، كتاب كبير حقيقة في 7 مجلدات، 6 مجلدات في النص والمتن، والمجلد 7 في الفهارس، وهو الطبعة الموجودة الآن هي طبعة عالم الفوائد. طبعة عالم إيش؟ الفوائد هي الطبعة الموجودة الآن، هي طبعة عالم الفوائد تحت إشراف الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله، ألف ابن القيم في رحلة الحج من الشام إلى مكة، سبحان الله. وابن القيم طبعا عاش 60 سنة، ولد سنة 91 و600، ومات سنة 51 و700، تلميذ الإمام ابن القيم رحمة الله على الجميع. وطبعا في طبعة جميلة، طبعة الرسالة للشيخ شعيب الأرنوط، لكن طبعة عالم الفوائد أجود. طيب الكتاب الخامس، الخصائص الكبرى لجلال الدين السيوطي المتوفى سنة 1100 و900، 1100 و900، اللي هو كفاية الطالب اللبيب في خصائص الحبيب، واشتهر بالخصائص ماذا؟ الخصائص الكبرى. وله تهذيب لعبد الله التليدي. الكتاب السادس، وهو كتاب مشهور، الرحيق المختوم للمبارك فوري المتوفى سنة 1427 رحمه الله رحمة واسعة، وعاش هذا الرجل 55 سنة، عاش خمسا ما دون 60، الهندي رحمه الله. وهذا الكتاب هو الذي فاز بجائزة السيرة النبوية التي نظمتها رابطة العالم الإسلامي سنة 1396، سبحان الله، لما سمع عن مسابقة ألف الكتاب وفاز به، وهو كتاب جميل في 8 ألفه في 8 فصول، في 8 فصول تكلم عن الحالة الاجتماعية والسياسية في الجزيرة العربية قبل البعثة، وبعد ذلك بدأ في السرد التاريخي بدءا من نسبه الشريف وحياته ودعوته وغزواته ومواقفه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وطبع طبعات كثيرة وكتاب مشهور. الكتاب السابع أيها الكرام الفضلاء، وصحيح السيرة، صحيح السيرة النبوية للإمام الحافظ ابن كثير الدمشقي، لابن كثير الدمشقي. هذا صحيح السيرة النبوية مختصر ومهذب من أحد المصادر، وهو كتاب السيرة النبوية للحافظ ابن كثير، للحافظ ابن كثير. والشيخ الألباني رحمه الله رحمة واسعة حققه هذا الكتاب و هذبه رحمه الله رحمة واسعة. وإلا أصل الكتاب هو للإمام ابن كثير، لكن اشتغل عليه الإمام الألباني رحمه الله رحمة واسعة، وما استطاع أن يكمله، مات الشيخ عند فصل الإسراء والمعراج، لا إله إلا الله، الشيخ مات ولم يستطع أن يكمل الكتاب، وفته منيته رحمه الله رحمة واسعة. هذه أهم الكتب التي يحتاجها الإنسان أيها الكرام الفضلاء المسلم أن تكون في بيته وأن تكون في مسجده ويقرأها على جماعة المسجد، ويقرأها على أولادي في البيت ليتعرفوا على سيرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والآن أيها الكرام الفضلاء، هذا أوان الولوج إلى عنوان محاضرتنا، كيف كان يقضي النبي صلى الله عليه وسلم يومه في بيته وفي خارج بيته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وسنرحل في هذه السانحة أيها الكرام الفضلاء إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام لنعيش وقتا يسيرا ننظر فيه ماذا كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام في يومه وليلته داخل بيته الطاهر، كيف كان حاله فيه صلى الله عليه وسلم مع زوجاته وخدمه ونسائه وأهله.
وحال الإنسان في بيته أصدق الأحوال لباطنه وظاهره من حاله في خارج البيت، لأنه في داخل البيت لن يزدريه أحد، أما في خارج البيت ربما الإنسان يتصنع خشية أن تفوت عليه مصالح دنيوية إلى غير ذلك، لكن في داخل البيت هم أهلك وجماعتك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الحديث الذي رواه ابن حبان وحديث صحيح: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فالغرض أيها الكرام الفضلاء من هذه الزيارة الخاصة جدا لبيت النبي عليه الصلاة والسلام أن ننظر في عمله في بيته لنقتدي به في بيوتنا وفي تعاملنا مع أهلنا وأولادنا وزوارنا، لنحسن التعامل مع أهلنا وأولادنا وزوارنا، فهو قدوتنا وأسوتنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كان بيت النبي صلى الله عليه وسلم ليلا ونهارا بيت صلاح وعبادة يا كرام، ليس بيتا يقضى على الشاشات وعلى الدشوش وعلى الأفلام وعلى المسلسلات وعلى الغناء وعلى الأغاني. أيها الكرام الفضلاء، بيت رعاكم الله، بيت صلاح وعبادة وزهد. سنرى النبي يخرج لصلاة الفجر ويرجع يلقى أم المؤمنين جالسة على سجادتها. الآن تجد بعض الآباء يطلع إلى الصلاة وأولاده نائمون لا يصلون، نسأل الله السلامة والعافية، ولا يتمعر وجهه في ذلك أبدا إلا من رحم الله تبارك وتعالى، بل يضع تحت يده وتكون تحت يده امرأة لا تصلي، زوجة لا تصلي، نسأل الله السلامة والعافية. يعمل في متجره ومعه شريك لا يصلي، ومعه موظف وعامل لا يصلي، ويرى الأمر سهلا يسيرا. كان بيت صلاح، بيت عبادة، بيت زهد، بيت تواضع، بيت كرم، بيت ضيافة، تربية، تعليم، جمع كل المناقب وجمع كل الشمائل الجميلة. لذلك أنزل الله عز وجل سورة كاملة وهي سورة الحجرات، تتكلم عن حجرات النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أيها الكرام الفضلاء، وعن صفات هذه الحجرات 18 آية في الجزء 26 أيها الكرام الفضلاء. سورة الآداب التي ينبغي أن نقرأها وأن نقرئها لبنياتنا ولأبنائنا، وهذا أوان ذهابنا مع رسولنا عليه الصلاة والسلام. فيبدأ يستعد لصلاة الفجر التي نام عنها الكثيرون وغفل عنها الكثيرون من غير عذر أيها الكرام الفضلاء. فإذا أذن المؤذن أمسك عن الطعام إن أراد الصيام، بل ويردد مع الأذان ويدعو عليه الصلاة والسلام، يقول: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن ثم صلوا علي ثم سلوا الله لي الوسيلة. الحديث: فمن أحكام الأذان أن تردد معه وأن تدعو في طياته، يعني لما المؤذن يقول الله أكبر أنت تقول الله أكبر وتدعو ربي اغفر لي وتب علي، أي دعاء تريده، الله أكبر تقول وراء الله أكبر وتدعو، الله أكبر تردد وراء وتدعو، الله أكبر تردد وتدعو، أشهد أن لا إله إلا الله تقول أشهد أن لا إله إلا الله وتدعو، أشهد أن لا إله إلا الله تدعو وتردد وراء، أشهد أن محمد رسول الله تقول أشهد أن محمد رسول الله وتدعو، أشهد أن محمد رسول الله تردد وتدعو، ثم تقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي، كما صح من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه: حي على الصلاة. هنا تقول لا حول ولا قوة إلا بالله وتدعو ما شئت، إذا رفع النداء فتحت أبواب السماء وسجب الدعاء. حي على الصلاة، ترد تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، كما صح من حديث عمر في الحيعلتين تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني يا رب لا أملك لا حول ولا قوة لي بالإتيان إلى الصلاة إلا بك يا رب، وتدعو. حي على الفلاح، لا حول ولا قوة إلا بالله وتدعو. حي على الفلاح، تقول لا حول ولا قوة إلا بالله وتدعو. الله أكبر، الله أكبر
تردد وراء المؤذن وتدعو الله أكبر الله أكبر وتدعو لا إله إلا الله. وإذا كان في صلاة الفجر في أذانه الصلاة خير من النوم، تقول الصلاة خير من النوم وتدعو الصلاة خير من النوم، تردد وتدعو الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، ثم تقول اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، الله بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القيمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه وقام محمودا الذي وعدته. وعند الطبراني إنك لا تخلو معاد، وذكرها الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام وحسن هذه اللفظة. ثم تدعو دعاء ما بين الأذان والإقامة ما يرد، إذن عندنا دعاء في أثناء الأذان وعندنا دعاء بين الأذان والإقامة. إذا أذن المؤذن أمسك عن الطعام إن أراد الصيام، ثم صلى سنة الفجر في البيت، يركع ركعتين خفيفتين، يقرأ في الأولى بالفاتحة وقل يا أيها الكافرون، وبالثانية بالفاتحة وقل هو الله أحد، ثم يضطجع على شقه الأيمن ينتظر أن يجيء إليه بلال رضي الله عنه وارضاه ليعلمه بإقامة الصلاة. وأيضا كان يركع ركعة سنة الفجر ويمكث يتحدث مع بعض أزواجه حتى يأتيه المؤذن للإقامة، كما جاء ذلك عن حفصة عند الإمام أحمد في المسند وهو حديث صحيح، قالت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أذن المؤذن صلى ركعتين وحرم الطعام، يعني توقف عن الطعام لأنه كان صائم. وعن عائشة رضي الله عنها وأرضاها كما في الصحيحين كان عليه الصلاة والسلام إذا سكت المؤذن بالأولى من صلاة الفجر، يعني الأذان أذان دخول الوقت، لأن الإقامة يعدون أذان، قام فركع ركعتين خفيفتين قبل صلاة الفجر بعد أن يستبين الفجر، ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن. وأيضا في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي ركعتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح، يعني في البيت. والنبي يقول أفضل الصلاة كل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة إلا. ويكفي أن صلاة الفجر هذه كرم يا فضلاء سنتها خير من الدنيا وما فيها، ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، وقرآنها مشهود، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، وصلاة الفجر في يوم الجمعة كما عند البيهقي في الشعب الإيمان وعند أبي نعيم في دلائل النبوة، أفضل الصلاة عند الله صلاة الفجر يوم الجمعة في جماعة، فلا ينام الناس عنها رعاكم الله. فكان عليه الصلاة والسلام يركع ركعتين في البيت، وكان النبي إذا صلى ركعتين الفجر فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع، الله أكبر، انظروا عليه الصلاة والسلام، والحديث في الصحيحين. فهذا اقتداء لنا بالاستعداد لصلاة الفجر وصلاة سنتها في البيت وحسن العشرة مع الأهل. ثم ينطلق النبي عليه الصلاة والسلام عندما يأتيه بلال إلى المسجد فيصلي الفجر ويبقى في المسجد يذكر الله حتى تطلع الشمس بيضاء نقية قبل أن يرجع إلى أهله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وعند أبي داود أيها الكرام الفضلاء وهو حديث صحيح كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى الفجر تربع في مجلسه حتى تطلع الشمس حسناء، يعني لمدة ثلث ساعة بعد وقت الإشراق الموجود في التقويم. وعند الطبراني يجلس يذكر الله حتى تطلع الشمس. وعند الترمذي من حديث أبي هريرة وأصله عند مسلم، اسمع لهذا الحديث رعاك الله، قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من صلى الفجر في جماعة، الله أكبر، هذه واحد، ثم جلس في مصلى، اثنين يذكر الله، مو مشغول بالتيك توك والسناب والواتس إلى غير ذلك، لا، جلس يذكر الله أو مشغول بالغيبة والنميمة وذكر الناس أو بالسواليف والهروج والحكاوة والهدرة، يذكر الله حتى تطلع الشمس، هذا عند مسلم. الجزء الثاني أعله بعض العلم حسنه الشيخ الألباني ثم صلى ركعتين كأجر حجة وعمرة تامة، لا إله إلا الله. تستطيع في اليوم أنك تحج 7 مرات وتعتمر مرتين. قال عليه الصلاة والسلام من توضى في بيتي ثم أتى المسجد للصلاة المكتوبة كأجر الحج المحرم، هذه 5 صلوات و5 حجج. وقال عليه الصلاة والسلام من خرج لتسبيحة الضحى كأجر عمرة. وقال عليه الصلاة والسلام من أتى المسجد يقرأ آية أو يتعلم علما كأجر حجة. إذن ومعانا جلسة الإشراق، إذا عندك سبع أجر 7 حجج وعمرتان كل يوم.
ونحن كم نضيع، غفر الله لنا ولكم. بعد ذلك يرجع النبي إلى بيته عليه الصلاة والسلام. والله يا أخواني الكرام، هذه الجلسة التي بعد الفجر إلى الإشراق مع الركعتين، هذه تستطيع أن تقرأ فيها 3 أجزاء يوميا، تختم مستريحا في 7 إلى 10 أيام بإذن الله تبارك وتعالى. جلسة مباركة لا يحافظ عليها إلا من وفقه الله عز وجل، والتوفيق بيد الله. الله يجعلنا وإياكم من الموفقين، الله يجعلنا وإياكم من الموفقين. بعد ذلك يرجع إلى بيته عليه الصلاة والسلام، فيجد بعض زوجاته جالسة في المكان الذي صلت فيه. يا الله، والحديث عند مسلم. الآن قصة جميلة، انظر بيت النبي كيف، لا إله إلا الله. مو يرجع يلقى الزوجة على التلفاز ولا على التيك توك ولا جالسة على الغيبة والنميمة، لا، جالسة في نفس المكان اللي صلت فيه صلاة الفجر. هذه جويرية رضي الله عنها وأرضاها، قالت خرج النبي من عندي بكرة، يعني حين صلى الصبح، وهي في مسجد، يعني في المكان اللي هي تصلي فيه. هذه معنى كلمة في مسجد، يعني في المكان اللي هي بتصلي فيه. يا بني خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل موضع صلاة. ثم رجع إليها ضحى فقال لها: أما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن. النبي علمها الآن، سبحان الله، يعلمها الآن أن هناك في أذكار تعدل هذه الجلسات الطويلة. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، رواه الإمام مسلم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام أيها الكرام الفضلاء أول ما يدخل البيت، تعرفون كان يبدأ بإيش؟ كان يبدأ بالسواك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. مو لما يدخل البيت يبدأ بالدخان، لا إله إلا الله، يبدأ بالسجائر، لا. ولذلك عند الإمام مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها، لما سألها شريح بن هانئ النبي لما يدخل البيت أول شيء يسويه وش هو، قالت: كان يبدأ بالسواك إذا دخل بيته عليه الصلاة والسلام. وعن حذيفة في الصحيحين كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. أيها الكرام الفضلاء، ونحن الآن عندنا مواطن السواك، رعاكم الله. أولا احفظوها: عند دخول البيت، عند الوضوء، عند الصلاة، عند الاستيقاظ من النوم، عند تغير رائحة الفم، عند تلاوة القرآن، عند ذكر الله في يوم الجمعة، عند الاحتضار. هذه كلها مواطن فيها يكون فيها إيش؟ يكون فيها السواك. في مجالس الناس حتى لا يشمون منك رائحة كريهة، وفي الصيام وأثنائه، هذا من مواطن السواك أيضا. كذا نعد 12 موطنا للسواك يغفل عنها كثير من الناس. فإذا رجع النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيته طلب طعام الإفطار الذي يعرف في لغة العرب بطعام الغداء، لأن وقت الغداء هو بعد الفجر، وهذا قال غدوة، يعني وقت إيش؟ أو صلاة الغداء اللي هي الفجر، وهذا الذي يؤكل صباحا. فإن وجد عندهم طعام أكل، وإن لم يجد قال: إني صائم. أرأيتم؟ لم يجعل مشكلة في البيت. الآن تطلق النساء ويسب أهل البيت إذا جاء رب البيت ولم يجد طعاما. شوف خلق النبي عليه الصلاة والسلام. تقول عائشة: دخل علي النبي عليه الصلاة والسلام فقال: عندكم من طعام؟ قالت: لا، ما عندنا، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال: فإني صائم. وجاه يوم ثاني قالها: عندكم طعام؟ قالت: أهدي إلينا حيس، بفتح الحاء وسكون الياء، وهذه تسمى الياء اللينة. الحيس اللي هو التمر مع السمن، يخلط ويعجن مثل الثريد، هذا الحيسة. أكيد أنت جيت المدينة أو الناس راح المدينة وترى مثل هذا. فقال: أريني. فلقد أصبحت صائما فأكل، وهذا فيه أن الإنسان في صيام النافلة هو أمير نفسه، والحديث متفق عليه، ما في تنطع، الأمور سهلة.
وفي رواية عن عائشة أيضا عند الترمذي وهو حديث صحيح الترمذي والنسائي، كان عليه الصلاة والسلام يجيء ويقول هل عندكم غداء، اللي هو افهموا يا جماعة الغداء اللي هو الطعام اللي بعد الفجر وقت الصبح، فتقول لا، فيقول إني صائم، فيقول إني صائم بكل يسر وهدوء والحمد لله رب العالمين، ولم يجعل مشكلة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم كما أخبر أزواجه عليه الصلاة والسلام في هديه في الصيام، كان بيت النبي معمورا بالصيام، وكانت كما تقول عائشة النبي يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما استكمل شهرا إلا رمضان، وما أكثر صياما في شهر إلا في شعبان كما رواه البخاري ومسلم. وكان يتحرى صوم الاثنين والخميس كما روى الترمذي وغيره وحديث صحيح، فأين نحن من هذه الأيام؟ وكان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر عليه الصلاة والسلام، قال صيام البيض ثلاثة أيام من كل شهر، وسئل عن صيام الاثنين والخميس قال يومان ترفعان فيهما الأعمال، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. ومن حديث هند بنت أبي أمية وأم سلمة عند أحمد وغيره أن النبي صام شعبان كله، وقال عليه الصلاة والسلام أفضل الصيام بعد المفروضة شهر الله المحرم، رواه مسلم من حديث أبي هريرة. فنكثر الصيام رعاكم الله، نكثر من الصيام رعاكم الله، حتى الصيام يأتي شفيعا يوم القيامة يقول يا رب منعته شهوته بالنهار فشفعني فيه. وكان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يجعل المسجد لصلاة الفريضة والبيت لصلاة النافلة، سواء النافلة القبلية أو البعدية، وقال عليه الصلاة والسلام لا تجعلوا بيوتكم قبورا. وعن ابن عمر كما عند البخاري حفظ عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي قبل الظهر أربعا، وبعده ركعتين، وبعد المغرب ركعتين، وبعد العشاء ركعتين، وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف ويصلي ركعتين، يعني في بيته، يعني في بيته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ومن حديث أيضا أم حبيبة قال عليه الصلاة والسلام من صلى 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، أربعا قبل الظهر، واثنين بعد، واثنين بعد المغرب، واثنين بعد العشاء، وركعتي الفجر. وقال عليه الصلاة والسلام من حديث ابن عمر رضي الله عنهما من صلى أربعا قبل الظهر، ومن حديث أم حبيبة عند أحمد وأهل السنن من صلى أربعا قبل الظهر وأربعا بعده حرمه الله على النار، حرمه الله على النار. انظروا أم سلمة الآن تقول دخل علي الرسول عليه الصلاة والسلام بعد العصر فصلى ركعتين، فقلت يا رسول الله ما هذه الصلاة، ما كنت تصليها؟ قال قدم وفد بني تميم فحبسوني عن ركعتين كنت أركعهما بعد الظهر. لذلك النبي كان يحافظ على هذه السنة القبلية والبعدية، بعض الناس ما يحافظ إلا على الفرائض ولا حرج في ذلك، لكن أين أنت من السنن جابرات النقص في الفرائض؟ وهذا حديث رواه الإمام أحمد في مسنده وحديث صحيح. ولذلك عن نافع يقول كان ابن عمر يطيل الصلاة قبل الجمعة ويصلي بعد ركعتين في البيت، ويحدث أن النبي كان يفعل ذلك عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، رواه أبو داود وهو حديث صحيح. ولذلك السنة القبلية في الجمعة، ما في شيء اسمه سنة قبلية يوم الجمعة، انتبهوا، لكن تستطيع أنك أنت متى وصلت إلى المسجد يوم الجمعة بكرت إليه تصلي ما شاء الله، تصلي حتى يقول الإمام السلام عليكم. وكان سفيان يصلي 36 ركعة، وما في وقت نهي يوم الجمعة خصيصة لخصائص يوم الجمعة. وهناك كتاب أيها الكرام الفضلاء، كتاب جميل وكتاب جليل للإمام السيوطي، عنوان نور اللمعة في خصائص الجمعة، يتكلم جمع 101 خصيصة ليوم الجمعة. الشاهد أيها الكرام الفضلاء في سنة بعدية، نعم، إما ركعتين في البيت أو 4 ركعات في المسجد مثنى مثنى مثنى. وكان عليه الصلاة والسلام في آخر عمره يصلي جالسا كما صح من حديث حفصة عند مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل وفاته كان يصلي في سبحته، يعني في النافلة قاعدا، في حتى وكان يقرأ بالسورة فيرتله حتى تكون أطول من أطول منها،
وهذا فيه التنفل. فين التنفل؟ في البيت، ليراك أهل البيت ويقتدون بك. وعن عائشة قالت لما بدنا النبي عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم صلى جالسا عليه الصلاة والسلام، وعند ابن حبان وحديث صحيح قالت معاذة سألت عائشة أكان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي الضحى؟ قالت نعم 4 ركعات ويزيد ما شاء، فلا تترك الضحى رعاكم الله. قال الله عز وجل يا ابن آدم اركع لي 4 أول النهار أكفيك آخرهم. وقال أيضا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من حديث أبي هريرة في الصحيح يصبح على كل سلام من أحدكم صدقة، أمر بالمعروف صدقة نهي عن المنكر، ويجزي عن ذلك ركعتان يركعهما من إيش؟ من الضحى، ركعتان يركعهما من الضحى. فلا تتركوا صلاة الضحى أيها الكرام الفضلاء. وأما قيام الليل أيها الكرام الفضلاء فحدث ولا حرج، فحدث ولا حرج في قيامه، كان يقوم ليلا طويلا حتى ترم قدماه ويقول أفلا أكون عبدا شكورا، عبادة عظيمة. وكنا نساؤه يقمن أيضا ويوقظهن صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وصلاة الليل شأنه عظيم وفضائلها كثيرة، ونجعل إن شاء الله درسا مستقلا ومحاضرة كاملة في ذلك. ومن لا يعرف فضل قيام الليل أيها الكرام الفضلاء، كان النبي إذا نام عليه الصلاة والسلام نام على شقه الأيمن كما جاء ذلك من حديث حذيفة، كان إذا أخذ مضجعه من الليل وضع يده تحت خده يقول اللهم باسمك أموت وأحيا. ولذلك ينهى عن النوم على البطن يا كرام، بعض الناس يلقى نام على بطنه، لا ينهى، هذه رقدة أهل النار، ورد فيه حديث في ذلك وفيه ضعف، لكن يكره النوم على البطن أيها الكرام الفضلاء. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أمتنا وإليه النشور، وهذا حديث متفق على صحته. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أخذ مضجعه نفث في يديه وقرب المعوذات ومسح بها جسده عليه الصلاة والسلام، رواه البخاري. وهذه كيف صيغتها؟ تجمع كفيك ثم تنفث، والنفث هو ريح، هو النفث أيها الكرم الفضلاء ريح مع ريق لطيف غير البصق، ثم يقرأ قل هو الله أحد، وبعدين قل أعوذ برب الفلق، وبعدين قل أعوذ بالناس، يمسح بها جسده، ومرة ثانية يفعلها، ومرة ثالثة يكرر ثلاثا. وعن حفصة زوج النبي عليه الصلاة والسلام كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أخذ مضجعه وضع يده اليمنى تحت خده الأيمن، وكان يمينه لطعامه وطهوره وصلاته وثيابه، وكانت شماله لما سوى ذلك. هذا رواه الإمام أحمد وهو حديث صحيح. بعض الناس يأكل بالشمال تقول له كل باليمين، يقول لك ليش ربنا خلق الشمال؟ يا حبيبي خلق الشمال للقذر، لتنظف بها وتزيل بها القذر من بول أو من غائط، واليمين إنما لطعامه ولطهوره إلى غير ذلك أيها الكرم الفضل. بل أهل العلم يقولون في المناديل، المنديل النظيف تضعه في اليمنى، وإذا استخدمته تضعه فين؟ في جيبك الشمال. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، وعائشة تتعجب يا رسول الله يعني تفعل هذا وقد غفر الله لك من تقدم من ذنبك وتأخر. قال يا عائشة فلا أكون عبدا شكورا، من منا صلى حتى ورمت قدماه يا كرام يا فضلاء؟ ولما بدنا النبي عليه الصلاة والسلام وكبر كان يصلي صلى الله عليه وسلم وهو جالس، فإذا أراد أن يركع قام فقرأ ثم ركع عليه الصلاة والسلام. وعن عبيد الله بن عمير قال، والحديث متفق عليه، قلت لعائشة أخبرينا بأعجب شيء رأيتيه من النبي عليه الصلاة والسلام، اسمعوا يا كرام. فسكتت ثم قالت لما كانت ليلة من الليالي، النبي كان عندها بايت يبيت عنده، قال يا عائشة ذريني أتعبد الليلة لربي، قلت والله إني لأحب قربك وأحب ما يسرك. قال فقام فتطهر توضأ وصلى، فلم يزل يبكي حتى بل حجره، ثم بكى حتى بل لحيته، ثم بكى حتى بل الأرض. فجاء بلال يؤذن بالصلاة، فلما راه يبكي قال يا رسول الله لما تبكي، يا رسول الله لما تبكي، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال أفلا أكون عبدا شكورا، لقد نزلت علي الليلة آية،
لقد نزلت علي الليلة آية ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. ثم تلا قول الله تبارك وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. رواه ابن حبان وحديث صحيح. وهذه الآية 64 بعد 100 الأولى في سورة البقرة. وتقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها كما عند مسلم: فقدت النبي يوما صلى الله عليه وسلم. وطبعا كانت الحجرات ما فيها سرج، ما فيها أنوار أيها الكرام، فأخذت تلتمسه، فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد، يعني مكان الصلاة من البيت، وهما منصوبتان، ويقول: اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. النبي عليه الصلاة والسلام كان دائما الحرص على نوافل العبادة والطاعة في بيته، لا يتركها إلا لعذر، ولم يصل إلى حد الإفراط المفضي إلى الملل صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولذلك من حديث عائشة في الصحيحين أيها الكرام الفضلاء أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليها يوما وعندها امرأة، فقال: من هذه؟ قالت: هذه رسول الله لا تنام، تصلي وما تنام. قال: عليكم من العمل ما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. وكان يقول: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. ولذلك كان السلف رحمهم الله كما في الصحيحين يأتون يسألون عائشة: كيف كان عمل النبي عليه الصلاة والسلام؟ كان في الصحيحين قالت: كان عمله ديما، إذا عمل شيئا أثبته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فحافظ على الأعمال وأثبته إن كانت قليلة أيها الكرام، خير من أن تقوم بعمل كثير في يوم ثم تترك العمل بعد ذلك تماما. وفي الصحيحين عن أنس قال: جاء ثلاث رهط إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام يسألون عن عبادة النبي عليه الصلاة والسلام، فلما أخبروا بها كأنهم تقلوها، ثم قالوا: أين نحن من النبي عليه الصلاة والسلام؟ مثل ما يقول الناس هالجملة دائما: قد غفر الله لما تقدم من ذنبي وما تأخر. قال أحدهم: أما أنا، انظر الآن إلى ما سيكون من هذا الغلو. قال: أما أنا أصلي الليل كله وما أنام. والثاني قال: أنا أصوم ما عاد أفطر أبدا. والثالث قال: أنا أعتزل النساء، قال: أختصي، أقطع ذكر وما عاد زوجي نساء. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام: سمعت ما قلتم، وإني والله أخشاكم وأتقاكم لله، وأصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، من رغب عن سنتي فليس مني. نأتي للنبي عليه الصلاة والسلام في بيته في طعامه وفراشه، فنجده زاهدا لا يعيش حياة المترفين ولا يحيا حياة المنعمين، وهو الذي عرض عليه أن يكون ملكا رسولا أو أن يكون عبدا رسولا، قال: أكون عبدا رسولا أجوع تارة وأشبع تارة، ولو أنه دعا بأحد ذهبا لتحول له ذلك، ولكنه كان عليه الصلاة والسلام زاهدا في هذه الدنيا. يقول في مثل هذا: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل.
ولا بنى قصورا شاهقة ولا حصونا عالية، بل لما مات درعه كانت مرهونة عند يهودي في طعام، في قمح، في شعير، بل أخذ من الطعام ما قل ومن الفراش ما غلظ وخشن، وبنى من الحجر جمع حجر لسكنه ما كن وستر، يعني ما كان يكنه ويستره فقط. تقلل من الدنيا واكتفى منها بالنزر اليسير، وعرض عليه الدنيا نعيمها فرده، ومدت إليه أيدي ترفها فلم يقبلها عليه الصلاة والسلام، وجعل لكل زوجة حجرة، ما كانت حجرة صغيرة إذا رفعت يدك وصلت إلى سقفها، ومن الفراش والمتاع شيء يسير. وفي الصحيحين عن عمر في قصته المشهورة عليه الصلاة والسلام، طلق النبي نساءه، دخل عليه وقد أثر الحصير في خده الشريف عليه الصلاة والسلام، فبكى لذلك عمر، قال: ما يبكيك؟ قال: يا رسول الله، إن كسرى وقيصر في حريرهم وديباجهم فيما هم فيه وأنت رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام قول الواثق: أما ترضى أن تكون لهما الدنيا ولك الآخرة؟ وعند الترمذي أيها الكرام الفضلاء وحديث صحيح عن ابن مسعود قال: نام النبي صلى الله عليه وسلم على حصير فقام وقد أثر في جنبه، فقلنا: يا رسول الله، لو اتخذنا لك وطاء، يعني فراش وثير نوطئه لك ليس خشنا كهذا الذي أنت عليه. فقال: ما لي وما للدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. وفي الصحيحين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من حديث عائشة: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة من طعام بر 3 ليال تباعا حتى قبض الشعير عليه الصلاة والسلام، كان هذا وطعامه عليه الصلاة والسلام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه كما عند مسلم في صحيحه: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم أيها الكرام شديد الحر، فلقي أبا بكر عمر فقال لهما: ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟ قال: الجوع يا رسول الله. قال: وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما. ثم ذهب وقال: قوموا. فقاموا معه، فأتى رجلا من الأنصار ابن التيهان، فإذا هو ليس في بيته، فلما رأته المرأة قالت: مرحبا وأهلا. فقال لها رسول الله عليه الصلاة والسلام: أين فلان؟ أين زوجك؟ قالت: ذهب يستعذب لنا الماء، يعني ذهب يجيب لنا موية. قال: فإذا هو كذلك أتى ابن التيهان، فنظر إلى رسول الله وصاحبه ثم قال: الحمد لله، ما أحد اليوم أكرم ضيافا مني. قال: فانطلق فجاءهم بعذق فيه بسر وتمر ورطب، من أنواع التمر هذه، البسر والتمر لسه يكون أخضر، والتمر والتمر معه رطب يكون أصفر. فقال: كلوا من هذه، وأخذ المدية، أخذ السكين. فقال النبي: إياك والحلوب، يعني لا تذبح لنا ذات در. شوف كرمه عليه الصلاة والسلام، فذبح لهم وأكلوا، فما نسي أن يعظهم عليه الصلاة والسلام. قال: والذي نفسي بيدي لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة. أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم. الله أكبر. كم ترون في موائدنا من ألوان الطعام والشراب، والناس لا يحمدون ربهم ويقولون حياة سيئة وحياة صعبة، فينزل بهم السوء والفأل موكن بالمنطق. وعن عائشة رضي الله عنها وأرضاها كما في الصحيحين أيضا يسألها عروة ابن أختها أسماء، فقالت:
كنا ننظر إلى الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين، وما يوقد في بيت رسول الله نار. فقال: يا خالة، ما كان طعامكم؟ قالت: الأسودان، التمر والماء. إلا أنه قد كان لرسول الله جيران من الأنصار صلى الله عليه وسلم، لهم منائح، منائح اللي هي يعني اللي هي الشاء التي فيها الدر واللبن، وكانوا يمنحون رسول الله من ألبانهم فيسقينا عليه الصلاة والسلام. وفي الصحيحين أيضا: انظروا إلى بيت النبي ما في أكل، دخلت امرأة ومعها ابنتان تسأل فلم تجد شيئا غير تمرة واحدة فأعطيتها إياها، تقول عائشة، فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها شيئا، ولم تأكل منها شيئا. وعن أبي هريرة جاء رجل النبي عليه الصلاة والسلام مجهود يعني من شدة الجوع، فأرسل إلى بعض النساء: عندكم طعام؟ قالت: ما عندنا ولا شيء إلا الماء. وأرسل للثانية والثالثة: ما عندنا غير الماء. فقال: من يضيف ضيف رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ والحديث عند مسلم فيه قصة. فضيفه أبو هذا الصحابي الجليل الذي نزل في قول ربنا عز وجل: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فانظروا، فتحت خيبر في العام السابع في محرم. تقول ابن عمر: قال: ما شبعنا حتى فتحنا خيبر، لأن خيبر كان كما عند البخاري كان فيها خير ونخيل وكذا. طب انظر عائشة تقول إيش لما فتحت خيبر: قلنا الآن نشبع من التمر، لا إله إلا، لأن كان فيها نخيل كثير، كان فيها نخيل كثير، رواه الإمام البخاري. ولذلك كانوا قبل فتحها في قلة من العيش. رسول الله في بيته عليه الصلاة والسلام لم يكن جبارا ولا متكبرا، بل متواضعا رحيما، يقوم البيت ويخصف نعله ويخيط ثوبه عليه الصلاة والسلام. ولذلك كما ذكر الحافظ بن حجر كان يكون في مهنة أهله كما في الصحيح، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. أرأيتم يا شباب بعض الناس الآن يترك الصلاة، يقول لك عندنا شغل في البيت. يا رجل، شوف النبي عليه الصلاة والسلام يكون في خدمة أهله، في خدمة زوجته، وعند عمل في البيت، إذا سمع النداء كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. الصلاة أمرها عظيم يا كرام. ولما سئلت عائشة عن النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان في بيته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كما عند أحمد في المسند والبخاري في الأدب المفرد، قال: كان بشرا من البشر، يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخصف نعله ويخدم أهله ويعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم، لكن إذا أذن للصلاة خرج صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كان بيت النبي عليه الصلاة والسلام مشرق القدوة، مطلع الأسوة في التعامل مع الناس. الآن نأتي للتعامل مع الخدم والنساء والأولاد والضيوف. عن أنس كما في الصحيحين يقول: خدمت النبي 10 سنين، ما جابته أمه قد خدمك أنس رسول الله، فما قال لي أف قط، لا إله إلا الله، عمره ما تأفف. فانظر بعض الناس الآن يكون عند الخدم في البيت أو السائق أو كذا، يتأفف عليه بل يضربه والعياذ بالله. شوف النبي ما قال لي أف قط. أما في التعامل مع الزوجات عليه الصلاة والسلام فكان صلى الله عليه وسلم هداية وحسن تعامل وتربية وتعليم، يجيب على الأسئلة بل يراجعنه في المسائل عليه الصلاة والسلام فيبين لهن ما أشكل عليهن. فعن أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها كما في صحيح الإمام مسلم لما سألته عن غسل الجنابة فقالت: إني امرأة أشد ضفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة. قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي عليه 3 حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: ما كانت تسمع شيء إلا تراجع النبي فيه عليه الصلاة والسلام حتى تعرفه، فسمعت حديث يوما من حوسب
من نوقش الحساب عذب. قالت أوليس الله يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال إنما ذلك العرض، لكن من نوقش الحساب يهلك. فلذلك هل جعلنا في بيوتنا دروس لنسائنا يا شباب يا كرام يا فضلاء؟ نجمع أولادنا لو في الأسبوع مرة نقرأ عليهم رياض الصالحين، نقرأ عليهم فتاوى الشيخ بن عثيمين، فتاوى الشيخ بن باز، نقرأ عليهم سيرة النبي عليه الصلاة والسلام الرحيق المختوم للبركافوري إلى غير ذلك. نفقه نساءنا، نفقه أهلنا في البيوت، نقرأ عليهم أحكام الملخص الفقهي، أحكام النساء في الغسل والجنابة أيها الكرام الفضلاء. وإذا رأى النبي عليه الصلاة والسلام خطأ في البيت يصوب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فدخل على النبي يوما على عائشة عليه الصلاة والسلام، والحديث عند أبي داود وحديث صحيح صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فوجد في يدها فتخات، يعني غوايش كده بناجر من ورق. فقال ما هذا يا عائشة؟ قالت صنعتهن أتزين لك يا رسول الله؟ قال أتؤدين زكاتهن؟ قلت لا. قال أو ما شاء الله؟ قال هو حسبك من النار. يعني هذا الحديث يشتمل على قضية مهمة جدا، أن بعض النساء أيها الكرام الفضلاء تحرص على إرضاء الزوج بالتزين، وقد تتزين بشيء حرام كالنمص وتشبه بالكافرات إلى غير ذلك. هذا كل منهي عنه، وامنعوا نساءكم من ذلك أيها الكرام الفضلاء. وأيضا فيه زكاة الذهب والفضة. الذهب إذا بلغ 85 جرام فيه زكاة وإن كان للزينة، والفضة إذا بلغ 595 جرام فيها زكاة وإن كانت للزينة إذا حال عليه الحول الإسلامي بالشهر الهجري يعني السنة. وأيضا عند أبي داود هو حديث صحيح عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها، كانت هي جالسة مع صفية سبحان الله، فهي جالسة فقالت صفية قصيرة، حسبك من صفية كذا، تعرف الضرائر. فقال لقد قلت كلمة لو موزل بماء البحر لمزجته، وفي رواية لأنتنته. قالت وحكيت له إنسانا فقال ما أحب أن حكيت لي، يعني قلدت إنسان. وهذه مجالسنا، أغلب المجالس يكون فيها نوع من السخرية ونوع من التندر على الناس. هذا كله أيها الكرام الفضلاء ينهى عنه. تعلم بناتك وتعلم زوجتك وتعلم أولادك في البيت، تعلم أهلك في البيت، هذا المجال ليس للسخرية. لا يسخر قوم من قوم عسى. شوف النبي حتى في بيت نبوة يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. بل كان يحرص عليه الصلاة والسلام كما في صحيح الإمام البخاري على موعظة أهله وأمرهن بالصلاة، كما في حديث أم سلمة استيقظ النبي عليه الصلاة والسلام ليلا فزعا قال سبحان الله ماذا أنزل الله من الخزائن وماذا أنزل من الفتن، من يوقظ صواحب الحجرات يعني أزواجه عليه الصلاة والسلام لكي يصلين، رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. والإنسان يلزم نساءه بالحجاب أيها الكرام الفضلاء. ولذلك النبي لما اعتنى بالبيت واعتنى بالزوجة واعتنى بالأولاد اعتنى بهم هذه العناية، كنا منارات للهدى، نشرنا العلم والفقه والدين والفتاوى، وجل التعليم الناس من روايات عائشة وأم سلمة وحفصة وجويرية وأم حبيبة. هؤلاء النساء الطاهرات المطهرات المطيبات رضي الله عنهن وبناته الفاضلات، أم زينب وفاطمة وأم كلثوم ورقية وأولاد القاسم وإبراهيم وعبد الله أيها الكرام الفضلاء. وكان يعتني ببيته أيام اعتناء، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. قصر الناس كثيرا في الاعتناء بالبيت أيها الكرام الفضلاء. انظر النبي كيف كان يعامل، يقول مرحبا ابنتي ويجلسها عن يمينه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كما في الصحيحين لما تأتي له فاطمة. بل ويذهب إليها يوما ويعطيها أذكار النوم، تسبحي 33 واحمدي 33 وكبري 34 خير لك من خادم، كما في الصحيح أيها الكرام الفضلاء. فلذلك الإنسان يحرص على هذه التربية في داخل البيت لكي يعمر البيت، رعاكم الله بالبر والبركة والخير، ولكي تكون بيوتنا بيوت خير وبر وبركة، وتكون بيوتنا بيوت عز وصلاح أيها الكرام الفضلاء.
وكان النبي عليه الصلاة والسلام يسامر أهله كما في الحديث الطويل الذي رواه الإمام البخاري ولا مسلم من حديث عائشة المعروف بحديث أم زرع. هذا قال وبوب عليه أهل العلم باب السمر مع الأهل لكي يوضح لنا أيها الكرام الفضلاء النبي عليه الصلاة والسلام كان يسامر أهله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وكما ينشر لهم من الملح ويسمع منهن كما في حديث خرافة الذي رواه الترمذي في الشمال وهو ضعيف، وهذا من باب ما جاء في مسامرة الأهل. وهذا حديث رواه الإمام البخاري في كتاب المناقب في فضل عائشة، ورواه مسلم في حسن معاشرة الأهل. أيها الكرام الفضلاء، حتى يعلم ما يكون من تعامل النبي عليه أفضل الصلاة وتم التسليم، ويستمع لها، إن لم تستمع لابنتك وزوجتك استمع لها الأغراب وحدث الفسق والفجور. تأمل النبي، تجلس عائشة تحكي له قصة 11 امرأة، فتقول جلس 11 امرأة فتعهدن وتعاقدن أن لا يكتم من أخبار أزواجهن شيئا، قالت الأولى زوجي لحم جمل غث على رأس جبل لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل، وفي رواية على رأس جبل وعر لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل، وقالت الثانية زوجي لأبث خبره إني أخاف ألا أذره إن أذكره أذكر عجره وبجره، وقالت الثالثة زوجي العشنق إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق وأنا معه على الجناح المذلق. إن شاء الله في يوم حنتكلم عن هذا الحديث بإذن الله. وقالت الرابعة زوجي كليل تهامة لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة، قالت الخامسة زوجي إن دخل فهد وإن خرج أسد ولا يسأل عما عهد، وقالت السادسة زوجي إن أكل لف وإن شرب اشتاف وإن اضطجع التف ولا يولج الكف ليعلم البث، وقالت السابعة زوجي غايا يا عايا يا طبقا كل داء له داء شجك أو فلك أو جمع كلا لك، وقالت الثامنة زوجي المس مس أرنب والريح ريح زرنب، وقالت التاسعة زوجي رفيع العماد طويل النجاد عظيم الرماد قريب البيت من الناد، وقالت العاشرة زوجي مالك وما مالك مالك خير من ذلك له إبل كثيرات المبارك قليلات المسارح، وإذا سمعنا صوت المزهر أيقن أنهن هوالك، وقالت الحادية عشرة زوجي أبو زرع وما أبو زرع أناس من حلي أذني وملأ من شحم عضدي وبجحني فبجحت إلي نفسي وجدني في أهل غنيمة بشق فجعلني في أهل صهيل وأطيط ودائس ومنق، فعنده أقول فلا أقباح وأرقد فأتصباح وأشرب فأتقناح أم أبي زر فما أم أبي زر عكومها رداح وبيتها فساح ابن أبي زر فابن أبي زر مضجعه كمسل الشطب ويشبعه ذراع الجفر بنت أبي زر فما بنت أبي زر طوع أبيها وطوع أمها وملء كسائها وغيظ جارتها جارية أبي زر فما جارية أبي زر لا تبث حديثنا تبثيثا ولا تنقث ميرتنا تنقيثا ولا تملأ بيتنا تعشيشا، قالت خرج أبو زرع والأوطاب تمخط فلقي امرأة معها ولدان لا كالفهدين يلعبان من تحت خصرها برمانتين فطلقني ونكحها، فنكحت بعده رجلا سريا ركب شريا وأخذ خطيا ورح علي نعما ثريا وأعطاني من كل رائحة زوجا وقال كلي أم زرع ومي أهلك، قالت فلو جمعت كل شيء أعطاني ما بلغ أصار آنية أبي زرع. سمعتم القصة الآن؟ النبي جلس قال لها
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت لك كأبي زرع لأم زرع، إلا أني لا أطلقك. فقلت لكم، رواه البخاري في كتاب النكاح باب حسن معاشرة الأهل، ومسلم في كتاب فضائل الصحابة باب ذكر حديث أم زرع. هذه كانت سانحة وسابحة أيها الكرام الفضلاء في قضاء ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في بيته. أسأل الله أن يكون ما ذكرناه فيه أودى بغرضه وأدى بخيره. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما بقيتنا، واجعله الوارث منا. اللهم ارحم أبي وأخي وعمي وجماعة المسلمين على طاعتك، احفظ ولادتي وارزقني برضاك يا رب العالمين وجميع مرضى المسلمين. اللهم اغفر لنا جميعا، اللهم اغفر لنا جميعا ويسر أمورنا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن اللهم يا رب اخلفنا في أولادنا بخير، وهب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين، واجعلنا المتقين إماما. من أرادنا بخير فعينه، من أرادنا بسوء فاجعل كيده في نحره تدبيرا وتدميرا عليه يا قوي يا جبار يا متين. احفظنا بين أيدينا ومن خلفنا وعن يمين شمال فوقنا، وعوذ بعظمتك أن نقتنى من تحتنا، واجعل بلادنا أمنا أمانا وسائر بلاد المسلمين، ووفق ولاة أمورنا وجميع ولاة أمور المسلمين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. يسر لنا الخير والبر والبركة، واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. توفنا وأنت راض عنا ميتة تحبها، وعسنا عند موتنا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.